شخصية ظهرت في مسلسلات وأفلام عدة، لكننا نجهل اسم هذه الشخصية. الشخصية المعارضة للمجتمع والتي تعتبر اضطراب يؤثر على سلوكيات ومشاعر الشخص. في تقرير نشر على موقع المركز الوطني للصحة النفسية، فإن نسبة انتشار اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع تناهز 1% من البالغين من السكان في الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم سنتعرف على هذا الاضطراب وكيف يمكننا الوقاية منه، وهل نحتاج للذهاب إلى الطبيب في هذه الحالة، وهل ممكن تشخيص أنفسنا بهذه الحالة؟ ستجيب عن هذه الأسئلة اختصاصية الأمراض النفسية والإدمان ريتا أسعد. صباح الخير لك. صباح ريتا. النور. صباح الخير يا إسراء. أهلا وسهلا فيك. بداية، يعني قديش نسبة الاضطراب اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع، هل ممكن يتجزأ أيضا؟ يعني هيك فهمينا شوي ماذا يعني. أول إشي حنحكي شوي شو هو ضمن الاضطراب. هلأ إحنا كطب نفسي نعتبر أطباء، 7 سنين طب عام وجراحة، بعدنا بنروح للاختصاص. هلأ من ضمن الأمراض النفسية اللي عنا تتقسم عنا إحنا البيرسوناليتي ديس أوردر أو الاضطرابات الشخصية لثلاث كلسترات، كلستر A، B، C. هلأ الأنتي سوشيال أو الاضطراب المعادي للمجتمع هو كلستر C. هلأ إحنا أكتريتهم بيكون بالميل أكثر من الفيميل، فاحنا بنحكي عن 3 ل 15%. يعني النساء اكثر تصالح مع المجتمع؟ لا، هلا من ضمن الكلسترات تاعتنا في سمات شخصيه او اضطراب شخصيه معروف فيه النساء، فكأنتي سوشيال معروف اكثر في الميل او في الذكور. طب شو ملامح هاي الشخصيه؟ هلا اول شيء خلينا نعرف شو هو المصطلح الانتي سوشيال بيرسوناليتي. هو نوع من انواع الامراض العقليه او الحاله العقليه المزمنه، بكون فيها الشخص عنده ما بقدر يعرف شو كيف يتصرف، أو ما بعرف يدور أمور حياته، ما عنده علاقات مع الناس، ما بعرف يتخذ القرارات الصح، ما عنده اعتقاد في إيش اسمه صح أو غلط. دائما أنا حكون الأولوية لنفسي، بتعدى على كل الناس، المهم مصلحتي الشخصية، ممكن أتلاعب فيها، ما بشعر فيها الندم. هذا هو الاضطراب الشخصية. طيب هذا اضطراب الشخصية واللي له علاقة بالمجتمع. بالمجتمع الأنتي سوشيال. طيب ماذا يملك المجتمع من أمور بتستفزه أو بتقهره؟ ليش المجتمع بحد ذاته، شو هي الصورة اللي بخياله حتى يعديها؟ في له أسباب نيجي نحكي. هلا الأسباب تاعيته غير معروفة، بس إحنا بنرجع نحكي هو عبارة عن مزيج ناتج من عوامل بيئية، عوامل وراثية، عوامل نفسية واجتماعية. فإحنا ممكن يكون عندنا، أنا عشان أنشئ هاي الشخصية اللي قدامي ممكن يكون تشخيصها من إحنا من صغار مش منتبهين، يعني في تفكك أسري، عندي عامل وراثي في حدا من العيلة ما عنده هذا الشيء، طريقة أسلوب حياته مختلف. أنت عارف هلا إحنا كنا عندنا أطفال، أول كلمة وإحنا بنربي أطفالنا ماما اللي بضربك أضربه، إحنا هم عن ننشئ الطفل على العنف وكيف يتعامل بالعنف، ما عم ننشئ طفل نيجي نحكي عنده جهة نفسية مستوية. طيب يعني خلينا نحكي إنه في مواقف كثيرة صعب الواحد أنه يجي يدرك هذا الموقف هو اللي سيؤدي إلى هذا النوع من الاضطراب، لكن أكيد في مفاهيم تنزرع داخل يعني الأفكار. يعني بالنهاية الاضطرابات هي عبارة عن أفكار، صحيح؟ الاضطرابات هي عبارة عن مجموعة أفكار وسلوكيات، هي بتكون أفكار خاطئة تجذرت وسلوكيات كملت هاي الأفكار تاعتنا. هل بيكون في ملامح أيضا جسدية ممكن أنه اضطراب عقلي معين صحيا؟ يعني هلا إحنا قبل ما نشخص الأنتي سوشيال ما بنشخص قبل 18 سنة، بس بيكون في عندي حوادث تحذيرات أولية بقول لي أنه هذا اللي قدامي حيكبر ويصير أنتي سوشيال. يعني إذا كان إحنا عندنا هاي اضطراب السلوك قبل 15 سنة، زي مثلا الطفل عندي قلت لك عنده موجات غضب واندفاعية، متهور، بيأذي الحيوانات وهو صغير. انت بتعرفي كثير عنا عادي نمسك البسة ونحرقها، صعب هلا هيك نحدد بيكون عنده ضعف في الأداء الدراسي، بيكون عنده عزلة اجتماعية. كل هذا اللي احنا بنحكي زي بوادر بتقول لي انتبهي، هذا الشخص ممكن بكرة يعمل لي قصص بعدين. يعني خلينا نقول ممكن تتشابه هاي العوارض مع مثلا أمراض أخرى، يعني مثلا حتى التوحد ممكن يعمل أحيانا غضب زيادة، مثلا عدم تقبل المجتمع. هل ممكن بعض الأمراض الأخرى تتداخل مع الأعراض تبعت الأنتي سوشيال؟ هلا إحنا الأنتي سوشيال هو اضطراب وليس كحالة مرضية زي الاكتئاب زي التوحد. هلا التوحد إشي والاضطراب تاع الانتي سوشيال اضطراب شخصيه. هلا هم عندنا قواسم مشتركه، بس احنا لما اخذ، انا ما باخذ
سيمتومز واحد او عرض واحد، انا باخذ كجمله جامله كامله، باكج كامل باخذه عشان اشخص هذا الشيء. طيب لما يعني يجتاز ال 18 سنه هذا الشخص، كيف بيكون مثلا اقصى حالات ال بيكون عدواني الاضطراب؟ بيكون عدواني، عنيف جدا، كاذب، مخادع، ما بيحترم القواعد او قواعد المجتمع اللي احنا ماشيين عليها، ما بتعلم من اخطائه، ما عنده مشاعر انه انا اذيت هذا الشخص اللي قدامي، غير هيك مشاعري تاعتي انه انا اذيت البني ادم، دائما انا باذي كل الناس عشان احقق مصالحي الشخصيه، بكون شخص اناني، هذا الشخص الاناني بيصير وما عنده علاقات ثابته، فهذا كله ما في عنده تواصل يعني اجتماعي. يعني هو مرشح لان يكون مجرم؟ نعم مزبوط. يعني في اضطرابات معينة ممكن نعرف أنه هذا الشخص عندما يكبر هو قابل لأنه يكون من هاي نفس الأعراض اللي قلت لك إياها، أنه إحنا إذا كان عندي بداية قبل الـ 15 سنة هاي العوارض عم تكبر معي أو بتبين معي، وصارت زي العوارض الفوق الـ 18 سنة ذكرتها هلأ، ومعظم الأنتي سوشيا كلياتهم، مش نحكي كلهم، معظمهم كلهم بيروحوا للمخدرات والكحول. فهذا هيئة بتهيئوا يكونوا ضمن عصابات لبكرة، متهورين، جرائم، كلهم هدول معظمهم بيكونوا في السجن. أكيد مش جميع. يعني أكيد يجب أنه معناته أنه نحذر من هذا الموضوع في سن مبكرة. مزبوط. متى يجب الذهاب للطبيب؟ متى يجب؟ ومن يجب أن يأخذ هذا الشخص للطبيب؟ لأنه واضح إذا هو الشخص وصل لمرحلة أنه يعني 18 سنة وعم تتفاقم الحالة، معناته كان هناك ولا زال هناك إهمال للحالة وعدم إدراك وجود اضطراب بهاي الأهمية. ألا يجب أيضا المجتمع أن يدخل في، يعني أكيد الشخص بده يكون قبل ما يكون 16 و17 بده يكون في عنده بالمدرسة سلوكيات خاطئة مبينة، بالمجتمع المحلي، يعني أكيد في ظواهر كتير تخلينا نلفت الانتباه لهذا الشخص. مزبوط. هلأ أول إشي عشان ننتبه لهاي النقطة، أول إشي الأنتي سوشيال معظمهم بيكون عندهم سكشوال أبيوز، بيكون عندنا الأبيوز تاعهم أو نيجي نحكي لفظي جسدي جنسي، فبيكون معرضين لهذا الشيء. بيكون عندهم تفكك أسري، عندي أحد العائلة في البيت عندهم هذا النمط اللي هو متفقين عليه، فأنا كأم بدي أنتبه لهاي التصرفات، فأنت لما غياب الأسرة ما رح أنتبه أنا لهذا الشيء. إمتى أنا بدي أروح للدكتور؟ أول شيء المريض تاعي لازم يكون عنده الدراية الكاملة أو الإنسايت الكامل إنه هو أصلاً عنده مشكلة، والناس اللي زي هيك الشخصيات بيقول لك لا أنا مش مريض أنا هذا طبيعي، فأهم إشي يكون عنده الإنسايت أو الإدراك إنه أنا عندي مشكلة عشان أزور الطبيب. إمتى أنا بدي أزور الطبيب؟ لما يكون أصير أنا أدخل في مشاكل كتير، أصير علي قضايا كتير، لما يصير أنا عم بأذي الأطفال، عم بتصرف أشياء مش منيحة ضد القانون ضد الحياة، لما أصير أنا معتدي جنسي على كتير من الناس، لما يكون علي شيكات كتير، نيجي إحنا الاحتيال، هاي طبيعة شخصيتي، هون أنا بضطر لازم أتدخل. لما يكون عندي أنا ستيبل في الريليشنز، ما عندي قدرة على التواصل مع الناس، أنا مش عم بكمل في شغل، كل يومين ثلاثة عم بغير شغل، ما عندي علاقات ثابتة، هون بضطر إنه أنا لازم أروح على طبيب نفسي. نعم يعني الموضوع كبير طويل. لا والمشكلة إنه هاي الشخصيات ممكن تجديها كل يوم وفي كل مكان. مزبوط. بس يعني فكرة إدراك إنه هاي الشخص عنده اضطراب، يعني أظن رح تكون من أصعب الأشياء إنه الشخص يدرك هذا الموضوع، لأنه معظم الأشخاص اللي عندهم هذا النوع من الاضطراب ممكن يكونوا مستمتعين، أو ممكن رح يلفت النظر، لا زي ما تقولي ممكن يتعاطى المخدرات أو عنده عصابة، كيف تيجي يدرك الموضوع ويعالج نفسه؟ ما رح يدرك لأنه هو بانسمات طبيعة شخصيته عنده الأنانية وشفت الحال. معناته هل هاي المسؤولية تقع على اللي من حوله؟ مزبوط. يعني مستحيل يجيك الانتي سوشيال ويقول لك انا دكتوره انا بدي اتعالج. هلا امتى ممكن يجي؟ لما يكون بمر بمراحل قلق وتوتر، ممكن محتاج هون مساعد لطبيب نفسي. لما يجي يحكي لك دكتوره هلا نتيجه انهم بتعاطوا مخدرات كثير ممكن يدخلوا في امراض ذهانيه عقليه، هون احنا بنتدخل كطبيبه. ممكن يجي يحكي لك دكتوره انا عم بعصب على الطالعه والنازله، بدي إشي فقط يهدي اعصابي، هون احنا كطب نفسي بنشتغل طريقه العلاج تاعنا عباره عن علاج سلوكي معرفي وعلاج دوائي. هلا علاج دوائي انه انا احل سمات الشخصيه هاي صعب. هلا انا بساعده في الادويه تاعت القلق والتوتر، مثبت من المزاج للاندفاعيه، وعلاج سلوكي معرفي عشان اعمل الروتس اللي كانت عندي مش مزبوطه اعالجها. ما في عندي ولا اي فرصه
انه يكون هذا الشيء وراثي او استعداد وراثي؟ بلا، في انا قلت لك عندي عوامل وراثيه، قلت لك ممكن حدا من الاهل يكون عندهم هذا الشيء. ولما نرجع للدراسات لقينا احنا انه دائما المجرمين عندهم اكس واي واي كروموسوم معروفين في المجرمين. يعني نتمنى فعلا انه يكون في ادراك لهذا الموضوع وما نوصل اي شخص انه يوصل لمرحلة انه يكون يعني معادي للمجتمع عشان ما يعادي المجتمع يمكن. ريتا اسعد، اخصائية الامراض النفسية والادمان، شكرا لوجودك معنا. شكرا لك، صباح النور.